انا مش زعلانة على الناس اذا كسرنا. خلاص يا سارة، بقينا الاول، هنروح فين تاني؟ خلاص يا حبيبتي، ده ايه الحاجات اللي ذكرنا دي يا ولية؟ خلاص بقينا الرابع، خلاص مش عارف انتوا خلاص يا ولية. قولي اسمي ذكي جوجو، والنبي طبل لي ازيك يا ودع بجد. انت عارفه يا اسطى، هتلاقينا نسوان يعني، هتبقى انت والزمن، يبقى انا والزمالك. الله العظيم يا دي يا عموري، هنبقى انا والزمالك. جو انا بقى ما بقاش ليا شغف لاي حاجه يا اختي، حبها وما بقتش عارف اعمل ايه. زي ما قلت قبل كده، الدكتور يحيى الرخوي قال كلمه، قال لك البني ادم هيحصل لك ريكفري. ازيك انجي بتقول لك ازيك يا ساره. قلب لوليانا زمانك نسيت وعايش تفتكره ليه؟ اه دي جوكر ده يا اسطى. جون عايز ساعتها كتب علم النفس، كل الطرق تؤدي ايه ده؟ تؤدي الستين ده ايه دي يا نادين؟ دي يا نادين ازيك يا ساره. فقدنا الشغف ده اخر ايه؟ انا بقيت كلب البحر. ازيك يا ساره؟ احنا رقم 2 خلاص يا ساره كده، احنا انا بالنسبه كده حلو والله، جوبرت يا اسطى. ازيك؟ احنا بقينا كلاب البحر يا اسطى. جون ما بقاش ليا شغف. اه قريته بس انا عاوز اذاكر يا اسطى، الامتحانات قربت. المشكله مش في كده، المشكله ان انا طول ما بذاكر قشطه يعني، بس المشكله ايه ده؟ مش فاهم حاجه، دي قصه تعبير دي يا ابني. ازيك يا صور؟ كنت هقعد اقول لك ازيك يا صور، احنا بقينا رقم 2 يا صور خلاص. بحب واحد ايه؟ انت عايزة تطلع رقم واحد صح؟ والله اعتبريها رقم واحد خلاص يا وليه. ماشي، حط البليلة في الحلة وانسى اللي حصل بالمحلة من غير بلوك. ماشي ماشي يا اسطى. برج الميزان ده قمر او ده برج الميزان ده زي الخرا. ده مين البرج ذكي ايه اللي برج الميزان يا خرا؟ البرج مش انت تسالفه. ذكي يا ساره، ذكي يا ساره. ذكي ايه ده؟ ده ايه ده يا اسطى؟ ده ايه ده؟ ايه العلبة دي؟ ازاي هاجر بتقول لك ازيك يا ساره؟ شبه باسل الخياط، شبه باسل الخياط. الله يستر يا اسطى. ضعيف ازاي؟ هو ذنبي إيه اني بحس ان كل الناس بتكرهني؟ يا ابني يا ابني يا ابني، فوق فوق يا موهوم، يا ابن الموهومه ما تفكرش في الناس يا حبيبي، افصل الناس يا عم، فوق يا عم، احنا ما بلاش خلق يا عم. الحد مش عارف تجيب خلق الناس ازاي يا ابني؟ ما بشوفش حد يعني عشان يكرهني ولا يحبني يا عم انت. ازيك يا نيلي؟ جو انا ما بقتش عارفه انا مين وعايشه ليه. طب انا عايز اساعدك بس مش عارف. انا مش زعلان على الناس اللي بتجرح في حياتي، انا زعلان عشان ما خرجتش بقى. انا كنت بدي بص يا اسطى، بتقول لك ايه ذكي يا ندى؟ بص ندى بتقول لك ايه، انا مش زعلانه على الناس اللي بتخرج من حياتي، انا زعلانه عشان ما خرجتش معاهم. والله كان نفسي، والله العظيم انا نفسي نفسي اخرج معاهم والله. يا اسطى عايز حل لمشكلتي. الورد بياخد من الرصيد، يعني ايه؟ مش فاهم. انا حقك حقك يا بنت قلبك انك تطبل وتقول لي ازيك يا تبارك. ازيك يا وليه؟ سلم على ازيك يا كريم. ازيك يا جوز زملكاوي؟ بتعايريني ولا ايه؟ خلاص يا جدعان والله يا نادي، خلاص كفايه، احنا بقينا التاني، ده احنا كنا 200. زوز صاحبتي بتقول لي مره زملكاوي جات له كورونا، دخلوه العزل. صاحبتي بتقول لي ليه مره مره مش فاهم. اديني واحده نغومه. ازيك يا نغومه؟ يا ساره خلاص يا ساره يا ساره. انا مره رحت لدكتور نفساني ويا ريتني ما رحت، دفعت 300 عشان في الاخر يقول لي معلش. لا ده دكتور غلط، لكن لا الدكاتره النفسيين صحيين جدا وده الصح. انت لازم تروح لدكتور نفساني، ما تسيبش نفسك يا ساره لو انت تعبان. يا ساره خلاص يا ساره يا ساره. يا اسطى هو احنا لازم نطلع دكاترة؟ انا اختي دكتورة واهلي عاملين عليا ضغط، وانا اساسا نفسي في كلية ألسن. هي بص، هي البلد دي كده
معلش انا لازم كلنا نطلع دكاتره معلش، ولازم كلنا لو مش دكاتره نبقى مهندسين يعني، ما تفهمش. لا استنى استنى يا ساره، عشان الرينج لايت ده لو وقع انا بكره اعيط. اصبري اصبري يا ساره. ده اللي بقى لي في الحياه. ازيك يا بت يا ريم؟ عامله ايه يا بت يا ريم؟ اسمها ساره عبد 95. ازيك يا ساره؟ يا لهوي ازيك يا بوس؟ لا قول لوليانا. ازيك يا لوليانا؟ يا اسطى ايه رايك في برج الثور؟ زي الخرا، زي الخرا ده يا يوسف، انت عارف صح؟ البرج ده زفت. انا بقول لك خبرتي في الابراج حيث الناس اللي انا اتعاملت معاها. الله العظيم هتلاقيهم كلهم زي الزفت، عشان ما تتعبش نفسك. يا ساره خلاص، يا ساره على رقم 3. يا ساره نادين وساره بيتسابقوا. الله يستركم ويكسركم. خلاص يا صغار، خلاص يا صغار، يا صغار على رقم 3 يا صغار. ما تديني واحدة مرمورة. والله في كله ما فيهوش غير سارة. مجدي بتسيبها في حالها. مجدي جاي تنور. عايز اقول لك جدول الفاينل نزل، جدول الفاينل نزل وانا داخل اتفرج على احزان. قومي ذاكر الله يسترك. يا اسطى بيقولوا تباعد اجتماعي النهارده وانا في الدرس من كتر ما احنا لازقين في بعض دراعي مش قادر احرك. خد يا بالك وخد يا حذرك. يا بيبو حاضر، شوف الفيديو حالا. حاضر جو، انت كويس؟ انا زي الفل. انا عايز اشكرك بس ان الواحد لما بيشوفك بيتبسط جدا انك معايا. الله يسترك والله، والله العظيم الله يسترك. انا لسه جاي الكلام على ايه؟ الكلام على كتير يا تيفا، انت جيت متأخر. ذكى عمور. انا عايز اشكرك بس الواحد لما بيشوف. الله يسترك. هناك من يحتاج لشيء وهناك من يحتاجك لأنك كل شيء. ولا الجبل دي ولا مريم. ازيك يا مريم؟ قلت مريم بدل ما تعطيش يا مريم، ما تعطيش يا مريم والله. لا لا ايه رايك في برج الحوت؟ ما انا كل لازم افتكر لك مين برج الحوت اللي انا قعدت معاها، او مين برج الحوت. استنى برج الحوت كانت مين؟ استنى مش فاكر، فاكر. ازيك يا نادين؟ ايه ده نادين؟ ده نادين. يا جو انا كنت رقم 3 برضو على اللايف امبارح وجالي صولجان واحد. يا عم انا مش بحسد، انا بقر جدع. طلي نبرة الله يسترك. الاكونت كده كده واقع. طبل شويه، انا عارف انك مش ايه ان ايه بتسجل. يا جنى انا بحبك قوي. بحبك جدا والله. ازيك يا نور؟ انا عايز ابقى مشهور زي سارة. سارة هل انت زملكاوي بالوراثة ولا كيف؟ لا انا مش زملكاوي، ما فيش حد في العيلة اصلا زملكاوي، انا بس اللي زملكاوي. والله العظيم انا بس اللي حزين في البلد دي. الله مساء بتصل قلبي في غص الزكاوي. هو الفيديو بيبدأ امتى؟ لايف معرفش والله، على حسب حياة ربنا. هنا ليه يا هنا؟ هنا هنا زكا، هنا زكا، هنا بنام كتير عشان احلم بالاحلام عمرها ما تحقق. لا اله الا الله. العقرب زي الخرا. استنى افتكر، انا فاكر مسيرها هتتعدل يا اسطى. واحده عقرب كنت عارفها. زي الخرا والله العظيم، كانت زي الزفت. كنت اعرف واحده ميزان، لا ميزان زي الزفت برضه. شفتي؟ ما عرفتش حد عادل انا والله. والله صعب قوي. هو يا دي عمور الميزان زي الخرا. لو انت تعرف انت ايه، انت برج الميزان. يا اخي الواحد لازم يفكر قبل ما يتكلم. ده برج حلو قوي، ده حلو جدا. قول كريم بيحبك يا رحمه، كريم بيحبك يا رحمه. الاهلي كسب. مبروك. الناس على الله تسعيد. بنام كتير عشان بحلم احلام مش هتحقق. مش اديني واحده. ازيك يا عبد الرحمن حبيبي قلبي؟ ايه ده يا نادين؟ يا نادين انت بتجيب الحاجات دي؟ مش عارف والله.
العذراء. طب العذراء مين العذراء اللي انا عرفتها؟ كانت ب 700 كلاب برضه، كانت زبالة قوي. جدي دي كانت غلبانة والله، كانت غلبانة. اه